الثورة لها معنيان عندي. المعنى الأول هو استبدال الواقع القائم بواقع قادم جديد مغير تماما لما كان قائما. المعنى الثاني هو تكثيف مساحة الفعل واختزالها في لحظة زمنية لا تتطابق مع مساحة الفعل. الأمران لم يحدثا في مصر حتى الآن. على مر تاريخ مصر ذكر العديد من مسميات اللفظ ثورة ولم يحدث مقتضى المعنى المنسوب للفظ حتى الآن. ده أمر أول. الأمر الثاني 25 يناير صناعة مصرية بأيدي مصرية لها إرهاصاتها العديدة في تاريخ مصر حتى وصلت إلى اللحظة التي قدر المصريين فيها على الوقوف من أجل نزع الشرعية عن حاكم، واختزل البعض الحاكم على أنه نظام، ولكن النظام ليس أبدا بشخص. النظام في أساليب الحديثة ونظم الدكتاتورية الحديثة من أول هتلر وحتى الآن كلها تؤكد نفسها من خلال قوانين ومؤسسات ومنها قانون قائم رسمي بشكل دستوري. هذه هي النظم. شخوص النظام قد تتغير بالوفاة ولا تتغير النظم. أمامنا أربع بدائل نتحرك فيها. الأول استمرار الدولة المصرية كدولة خاضعة للحكم العسكري من قبل جماعة مصالح تسيطر على المجلس العسكري. هي جماعة مصالح لها شؤونها الاقتصادية وأنا مقتنع بفساد بعضها. والمؤسسة العسكرية مؤسسة مستبدة بطبيعتها وليس بطبيعة أفرادها، فهي بطبيعتها مؤسسة استبدادية تمارس الأمر والفعل المباشر. ده البديل الأول. البديل الثاني دولة يسيطر فيها أغلبية المعتقد من خلال نخبة تدعي أنها تحوس هذا المعتقد في يده، وهي ما يسمى يطلق عليها بالدولة الدينية. ثلاثة البديل الثالث سيطرة جماعة مصالح كبرى، هي جماعة الإخوان المسلمين التي تنسب نفسها للسياسة وللدين، وهي ليست بسياسة ولا بدين، هي فقط تستغل الشعار الاجتماعي الأكثر رواجا لكسب مؤيدين وهو الدين، وتستغل الفعل الاجتماعي الخدمي المباشر لكسب هؤلاء المؤيدين. وكلنا نعرف صفايح الزيت واستنى وجديد دلوقتي بطاطا وبطاطس. ده حسب الموسم. البديل الرابع وهو فكرة أحمد شفيق. أحمد شفيق شخص أنا ليس لي علاقة شخصية به، فليس لي نسب أو قرب به. أحمد شفيق كشخصية عامة قد يكون متهما بالفساد، قد يكون ابنا لمنظومة مستبدة، قد يكون كل هذه الاحتمالات مهما تراوحت النسب فلا يقين فيه لا مطلق في عالم الواقع. إنما ما نتحدث عن ما طرحه أحمد شفيق. ذهبت إلى الإخوان المسلمين في لقاء دعونا إليه وعيد إعلان النتيجة، وقبل إعلان النتيجة بشكل رسمي، وقلت باللفظ الكرة في ملعبكم، عليكم إما أن تصنعوا أمرين، إما أن تحققوا لنا ما نطلب وإما أن تحققوا لنا التافه الضئيل مما نطلب، وفي الحالتين سيكون علينا الحرك إن أيدنا آخرين. على الأقل اصدقوا فيما قلتم بشأن اللجنة الدستورية والدستور، اصدقوا فيما قلتم مشاركة لا مغالاة، اصدقوا في أي أمر أو كل الأمور. ولكن كل ما أخذناه من هذه الجلسة والجلسة التالية والجلسة الثالثة كلام 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 وعن احتمالات وعود وليست حتى وعود. يوم الثلاثاء القادم سينظر محمد سعد الكتتني بصفته عقيد اللجنة لإنشاء الدستور، وأنا متأكد أنهم سيريدون حوزة الأكثرية فيها
وحوز الأغلبية عن طريق تحالفاتهم ما فوق الأرض وما تحت الأرض. ولن يصنعوا دستورا لمصر، فقط سيصنعوا القانون أو بين قوسين the code of Muslim Brotherhood State. مش هيفكروا ان هم يعملوا constitution لدولة. احمد شفيق، انا لدي تحفظات عديدة عليه، وقلت امام وقدمت ورقة واثنين وثلاثة. اولا، فيما ينظر قضائيا تجاهك الان، اذا تمكنت من الحكم فيجب ان ينظر قضائيا بشخصك ولا بصفتك. الامر الثاني، ان تبقى مستقلا منفصلا عن اي حزب او سياسة. ثلاثة، ليس لك الدخل إطلاقا بأي تعديلات دستورية قد تطرح. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، رجل صاغ جملة واحدة فقط، اصنع هذا بالقانون وبالدستور قبل أن أكون أو حينما أنا أكون وأنا سأنفذ. ليس لك أن تمنحني صلاحيات وأتنازل عنها، إنما من حقك أن تمنحني صلاحيات ولا أستطيع الحصول على غيرها.